اللغة الفرنسية، ولا تتعلم الفرنسية، ولا تستعملها في الحياة اليومية ديالك وفي العمل ديالك، ضروري ما خصك تعرف شنو هما لي زيكسبريسيون. بون نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك هذه مدة ما تلاقينا في شي فيديو طويل ياك، دونك تنغيب عليكم وترجع لكم، ولكن احنا تنتلاقاو في الاخر في الفيديوهات القصيرة، وتنعطيكم الامثلة اش نحفظوا شي امثلة بعدا ولا والو. الكثير منكم في لي كومونتات يقول يا استاذ درنا الدروس ديال ثلاثه اعدادي، درنا الدروس ديال جامعه مشترك، ديال الاولى بكالوريا، مالكم على حالكم؟ ياك يلا دوزتوا امتحان، يلا شديتوا النتائج. دونك بالمناسبه مبروك كاع اللي نجحوا، وحتى اللي ما نجحوش ان شاء الله العام الجاي يعوضوا. دونك بشويه عليكم هذه العطله، استغلوا العطله، نعسوا بزاف، نشطوا بزاف، المهم فوجوا على راسكم. وما هي جايه القرايه، هذه جايه القرايه، كامل ما تسدوش راسكم، ما تابعكم تابعكم. واني حنا بيان سور ما غاديش نساليو لي فيديوهات ديالنا، ما غاديش نسال ما نبقاوش نتعلموا الفرنسيه، لا غادي نتعلموا الفرنسيه، واني ماشي شي حاجه اللي زوينه، مثلا ماشي غير الدروس دروس، زعما ما بغيت تقول لي غنخدم من دابا باش ننجح العام الجاي، غير دونك اللي غينجح غينجح، واللي تيخدم راه تيخدم. واني لا، الواحد يستغل العطله ديالو ويرتاح. وحتى انا الا متبغين ما نقدرش نعطيكم شي فيديوهات زعما القرايه، باش كل غيشوف هاد الدور فيديوهات القرايه حتى واحد، بقى واحد جوج لي في ولا ثلاثه لي في هادشي اللي هو هذا القرايه ديما القرايه واش ما تيعياش. لا انا تنعيا حتى انا، وحتى انا في العطله ما تنبغيش شي حاجه سميتها الخدمه، ما تندورش بالخدمه، داكشي علاش. دونك انا في لي فيوهات ديالي تنحاول نرفعها عليكم، لحقاش انا دونك شخصيا تنقول ان واحد باش يتعلم الفرنسيه ما خصوش يتعلم الدروس، لا غرامير لا كونجيكيزون ساعيه ماشي وقتهم. دونك هذه العطله هذا الصيف واحد يتعلم فوكابولير، ياخذ بزاف ديال لي زيكسبريسيون يعمر راسو. دونك راه نتوما المشكل ديالكم بلي راسكم خاوي في الفرنسيه، ما عندكمش التعابير بزاف، ما عندكمش لي زيكسبريسيون بزاف، وزيد عليها انكم ضعافين في لا كومونيكاسيون. راه الا عمرتي راسك بالفوكابولير وتعلمتي انك تكومونيكي الفرونسي مع الاصدقاء ديالك ولا في الواتساب ولا في الفيسبوك، استعمل الفرنسيه، استعمل الفرنسيه، هكا غادي تولي مزيان. ماشي زعما بلا توجد، راه الفرنسي ماشي غير دوز امتحان وسالات، لا الفرنسي راه ديما معاك، راك فوق ما دونك انت غادي تقرا الفرنسي حداك ديما، واخا تكون تدير حتى التعليم الاصيل غتلقى الفرنسي. بغيتي تدخل البوليس خصك الفرنسيه، خصك تدوز الجوندار البوليس خصك الطب الفرنسيه، دونك اي حاجه في المغرب بالفرنسيه. داكشي علاش حنا نعمروا راسنا بالفوكابولير اللي نحتاجوه باش باش نكونوا مزيانين. ولكن تقول لي الدروس هذا ماشي وقت، ما يجي وقت الدروس ان شاء الله ديك الساعه كل مستوى غادي ندير له الدروس ديالو وغادي نشرحوه، وان شاء الله كما هذوك اللي نجحوا جابوا نقط زوينين في الفرنسيه زعما فرحوني والله، هذوك اللي جابوا امتحانات مزيان وجابوا مزيان. دونك تنشكرهم حتى انا حقاش كانوا تيشاهدوا القناه وتتبعوا داكشي اللي تنقولهم، و فريمون اللي نجحهم، وحتى نتوما اللي اول مره تيشوف هذه القناه. دونك فوالا، ملي يوصل ان شاء الله وقت الامتحانات غادي نشوفوا الامتحانات وغادي نقراو الدروس ويكون كلشي بخير. بما ان اهم حاجه باش نتعلم الفرنسيه هما لو فوكابولير ولا كومونيكاسيون، داكشي علاش في هاد لا فيديو وفي الفيديوهات الجايه دونك غادي ندير واحد السلسله على لي زيكسبريسيون، لي زيكسبريسيون ايديوماتيك، فوقاش نستعملوا لي زيكسبريسيون ايديوماتيك وعلاش نستعمل هاد لي زيكسبريسيون. هادشي اللي غادي نشوفوه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله. غنعطيكم كل فيديو غنعطيكم واحد سته ولا سبعه ديال لي زيكسبريسيون اللي فريمون غادي يساعدوكم بزاف انكم تعمروا الفوكابلور ديالكم. وها دونك هاد لي زيكسبريسيون ما تنستعملوهمش غير شفويا، لا تنستعملوهم حتى في الكتابه ديالنا، والا استعملتيهم غتبان باللي فريمون راك مجهد. هو اللي خصنا نجاوبو عليه، شنو هما لي زيكسبريسيون ايديوماتيك؟ لي زيكسبريسيون ايديوماتيك واحد لي زيكسبريسيون تعابير اللي تنستعملوهم باش نعبر على واحد المعنى معين، يعني عوض ما تقول داك المعنى بجمل بسيطه تنستعمل واحد لي زيكس واحد الاكسبريسيون تسميه اكسبريسيون ايديوماتيك باش نعبر على داك المعنى. داكور، ببساطه باللغه العربيه تسميوه الكنايه، يعني عوض انا ما نقول شي واحد واحد التعبير وغيفهمو مباشره، تستعمل واحد الاكسبريسيون تيكون، تستعمل واحد الاكسبريسيون تيكون غير مباشر باش نقول باش نوصل المعنى اللي بغيت نقول. كما قلت لكم باللغه العربيه تنسميوه الكنايه. نعطيكم امثله اللي مشهوره في الكنايه باللغه العربيه، مثلا الا قلنا لشي واحد عدت بخفي حنين، عدت بخفي حنين بمعنى انك رجعتي خاويه الوفاض، يعني ما جبتي حتى شي حاجه. داكوغ، مثال اخر ديال الكنايه ولا اكسبريسيون ايديوماتيك في اللغه العربيه هو تقول لشي واحد مطبخك نظيف، مطبخك نظيف، دخلتي لدارو
كتب لي الكوزينتو نقيه، غتقول له مطبخك نظيف. شنو معنى دير هذا مطبخك نظيف؟ ماشي زعما راك حادق وراك زعما تدير الشغل، لا، مطبخك نظيف بمعنى انك بخيل. داكوغ، تقول له انت بخيل، ولكن ما تقولها لهش مباشره حقاش غادي تصدمو، يقدر يدبز معاك. داكوغ، داكشي علاش تقول له بطريقه غير مباشره مطبخك نظيف بمعنى tu es avare، بمعنى انت بخيل. لا ميم شوز باللغه الفرنسيه، كاين بزاف ديال ليكسبرسيون ايديوماتيك اللي تعبرونا على معاني كما متعدده. قلت لكم لكم في في الاول، الأول، الا استعملتي هاد ليكسبرسيون ايديوماتيك، اولا تعطيك انت الثقه في النفس ملي تقرا الفرنسيه، ولا ملي تكتب الفرنسيه، ولا ملي تهضر بها. ثاني حاجه، الشخص اللي تتهضر معاه تتبين له فريمون بلي انك متمكن من اللغه الفرنسيه، وانك عندك مستوى ديال مزيان فيها. في هاد لا فيديو غادي نشوفوا 6 ديال لي زيكسبرسيون ايديوماتيك. اول اكسبرسيون ايديوماتيك اللي غادي نشوفوه في هاد لا فيديو هو سي دو غاتو. سي دو غاتو شنو هي سي دو غاتو؟ يعني ما تكون شي حاجه بسيطه سهله، شي حاجه ما عندك واحد التمرين ديال المات مثلا، عوض ما تقول سي اكزرسيس اي تري فاسيل، غتقول سي اكزرسيس سي دو غاتو. سي دو غاتو بمعنى تري فاسيل. نقدروا كاين دوطخ اكسبرسيون اللي تعبرون على نفس المعنى، اللي هو سي دو لا تارت. سي دو لا تارت نقولها حتى بالدارجه، تقول شي واحد هادشي التمرين ديالك كي الحلوه، ولا هاد الخدمه هادي حلوه، بمعنى تري فاسيل. باللغه الانجليزيه تنقولوا اتس ا بيس اوف كيك. اتس ا بيس اوف كيك بمعنى سي دو غاتو. لا دوزيام اكسبرسيون اللي غادي نشوفو هو جي دو بان سور لا بلانش. avoir du pain sur la planche. شنو هو لو بان؟ يعني هو الخبز، ولا بلانش هي ديك اللي تنديرو عليها الخبز. ها جي دو بان سور لا بلانش، شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديال انني مشغول، ما عنديش الوقت. داكور، مي تيجي عندك مثلا شي صديق تيقول لك اون برون ان كافي سو سوار، انت شنو غيكون الجواب ديالك؟ كتقول له ديزولي جي دو بان سور لا بلانش. لا تخوازيام اكسبرسيون كون فوا فوار هو نو با اتر دون سون اسييت. Ne pas être dans son assiette. Ou il a un angle, je ne suis pas dans mon assiette. 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 تقول شي واحد يجي عندك مثلا شي صاحبك ولا شي صاحبتك، تقول لك اون سور سو سوار، اون سور سو سوار، او بيان اون جو ان ماتش سيت ابخي ميدي، تقول له نو جو نو سوي با دون مون اسييت. جو نو سوي با دون مون اسييت. سيتادير La quatrième expression, le roi raconter des salades. Raconter des salades. Si tu as comment les expressions, il y a juste trois mots, mais il y a quelque chose de mal. Amarat, tu fais bien. Raconter, il y a qui, schlada, maintenant, il y a qui, schlada, magie. Donc, raconter des salades, il y a quelque chose qui est كذب غاية تزعت عطيها غال سلوكيات. Tu dis quoi? Arrête de raconter des salades. Arrête de raconter des salades, ou bien elle raconte que des salades. Elle raconte que des salades, mais maintenant, ratéharil gdou, bris logiet. Donc, raconter des salades. La cinquième expression, les hua, je suis un peu plus de la chose, 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 occupe-toi de tes oignons. الزونيون هو البصله، ولكن تقول له شي واحد ديها في بصلك ما جاتش. دونك هي بمعنى اوكيب توا، او بيان سوني با دو تون افير. سوني با دو تون افير بمعنى هادشي ماشي شغلك. دونك اوكيب توا دو تي زونيون، يعني ماشي شي واحد يتدخل لك في شي حاجه اللي هو ما عنده حتى شي علاقه بها. تقول له اغيت اوكيب توا دو تي زونيون، يعني ديها في راسك بالدارجه. لا سيزيام اكسبرسيون اللي هو تنستعملوه بزاف، دونك هي بيسي لي برا. بيسي لي برا، دونك لي برا هما هادو. دونك بيسي لي برا يعني شنو هي؟ تنقولو يعني الاستسلام، ابوندوني. دونك il ne faut pas abandonner. ملي كيكون شي واحد مثلا دون ان ماتش دو فوت، ولا مثلا في شي كونكور، ولا شي امتحان، تقول شي واحد شتي بلي انا شي صديق قبل فريمون بدا تيفشل ولا مبقاش عنده داك الشيء، تقول له ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Il ne faut pas baisser les bras. Mais maintenant, il ne faut pas abandonner. Donc, il y a des expressions idiomatiques de la vidéo. On se retrouve, Inch'Allah, dans une vidéo avec d'autres expressions idiomatiques. Et maintenant, c'est ce qu'il y a.
خليوا لي الاراء ديالكم، ولا عندكم شي ملاحظه تبارك الله عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد.